بالنسبة للمشروع الأمن الغذائي تم تخصيص مبلغ بحدود 365 مليار للمحافظة، وكانت محافظة المثنى أول محافظة في العراق في تقديم خطتها وإدراجها ضمن وزارة التخطيط وكذلك موافقة وزارة المالية. تمت المباشرة في الإعلانات ووصلت نسبة الإنجاز بإعلان المشاريع بحدود 70%. نأمل خلال السنة القادمة بتنفيذ هذه المشاريع، وأن تنفيذها سيقدم خدمة للمواطنين وكذلك فرص عمل ومعالجة قسم من موضوع البطالة في المحافظة. لغاية الآن لم يتم التمويل لوجود إجراءات بين وزارة التخطيط ووزارة المالية. نأمل بأن تقوم وزارة المالية بتخصيص وتمويل 50% من هذه المبالغ كما هو موجود في قانون الأمن الغذائي.